التمرين رقم 36، ABC مثلث كيفي. ABC مثلث كيفي، A فتحة نظيرة A بالنسبة لبي، B فتحة نظيرة B بالنسبة لسي، C فتحة نظيرة C بالنسبة إلى A. A فتحة نظيرة A بالنسبة إلى B، B فتحة نظيرة B بالنسبة إلى C، C فتحة نظيرة C بالنسبة إلى A. احسب مساحة المثلث A فتحة B فتحة C فتحة المثلث الكبير بدلالة مساحة المثلث ABC المثلث الصغير. نتفق على شيء وهو نظرية، نتفق على نظرية. الآن عندي مثلث، هذا مثلث كيفي، مثلث كيفي. عندي متوسط، المتوسط هو مستقيم يشمل أحد رؤوس هذا المثلث وينصف الضلع الآخر. ينصف الضلع الآخر. في الحقيقة هذا المستقيم عنده خمس خواص، عنده خمس خواص. الخاصية الأولى أنه ينصف القطعة. الخاصية الثانية، ما عنده خمس خواص، رايح دي نتكلم على زوج اليوم، نتكلم على خاصيتين. هو عنده خمس خواص نديرهم في الفيديوهات القادمة، اللي يهمني اليوم خاصيتين. الخاصية الأولى أنه ينصف هذه القطعة فهو في المنتصف. الخاصية الثانية أنه ينصف المساحة، ينصف مساحة ينصف القطعة وينصف المساحة. إذا كانت المساحة هذه S، إذا كانت المساحة هذه S، هذا المثلث مساحته S، فهذا المثلث كذلك مساحته S. معناه مساحة المثلث هذا نفسها مساحة المثلث هذا. إذن هذا المتوسط يقسم، يوسط القطعة ويوسط المساحة، يوسط القطعة ويوسط المساحة. الآن هذا المتوسط سيكون هو الذي سيتحكم في حل التمرين الخاص بنا. التمرين الخاص بنا هناك سبع متوسطات، هناك سبع متوسطات وهناك سبع مساحات. واحد، اثنان، ثلاثة، المثلث فيه سبع مساحات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. بهذه الخاصية، بهذه الخاصية كل المساحات متساوية. بهذه الخاصية كل هذه المساحات متساوية، هذه المساحة تساوي هذه المساحة إلى آخره. نبرهن ذلك
نبرهن ذلك. لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة؟ لأن هذا المثلث فيه المتوسط هذا، برهنا أن هذه تساوي هذه. لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة؟ لأن هذا المثلث فيه المتوسط هذا، برهنا تساوي تعالي. لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة؟ لأن في هذا المثلث هذا متوسط، برهنا هذه. لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة؟ لأننا نتخيل المثلث هذا فقط، هذه المساحة تساوي هذه المساحة لأن هناك مثلثا وهناك متوسط، برهنا هذه. نبحث عن مثلث آخر وعن متوسط آخر. لاحظ هذا المثلث، لماذا هذه تساوي هذه؟ لأنني أتخيل المثلث هذا فقط، في هذا المثلث هذا متوسط، برهنا هذه. آخر مساحة، لماذا هذه تساوي هذه؟ لأنني أتخيل هذا المثلث فقط، هذا المثلث فيه المتوسط هذا، إذن برهنا هذا يساوي هذا. لاحظ كل المساحات متساوية. رياضيا كيف أكتب هذا الكلام؟ عندي كيف أكتب هذا الكلام؟ إذن اس واحد يساوي اس اثنين، إذن المثلث هذا يقسم إلى سبع مساحات. لماذا المساحة الأولى تساوي المساحة الثانية؟ لأن هناك المثلث BC C فتحة والمتوسط AB. لماذا S2 تساوي S3؟ S2 S3، A فتحة C فتحة والمتوسط BC فتحة. بنفس الطريقة مع اس واحد تساوي اس اربعة الى بقية المساحات. لاحظ الان اس واحد اس اثنين اس اثنين اس اس ثلاثة اس اثنين اس ثلاثة اس ثلاثة تساوي اس اربعة واس اثنين اس واحد تساوي اس اربعة واس واحد تساوي اس ستة واس اربعة تساوي اس خمسة. معناه لو نجمع هذه المعلومات سنجد كل المساحات متساوية من اس واحد الى اس سبعة، وكلها مساحة تساوي مساحة المثلث، ولهذا سيكون سبع مرات. مثلث كيفي
A B C مثلث كيفي. A B C مثلث كيفي. A نظيرة B، A فتحة نظيرة A بالنسبة لB، B فتحة نظيرة B، C فتحة نظيرة C. A فتحة نظيرة A بالنسبة إلى B، B فتحة نظيرة B بالنسبة إلى C، C فتحة نظيرة C بالنسبة إلى A. أحسب مساحة المثلث A B A فتحة B فتحة C فتحة بدلالة المثلث A B C. A فتحة B فتحة C فتحة A فتحة B فتحة C فتحة بدلالة المثلث هذا. الفكرة ما هي؟ الفكرة في خاصية المتوسط. المتوسط يقسم المساحة، يقسم مساحة المثلث إلى قسمين. متوسط يقسم مساحة المثلث إلى قسمين. كيف؟ لاحظ معي، لاحظ معي كيف. نفرض المساحة الأولى، هذه المساحة الأولى، مساحة المثلث هذايا A، هذه المثلث هذايا المساحة تاعو هي S، المساحة تاعو هي S. ستكون نفسها مساحة المثلث A C فتحة B، A C فتحة B، هذا لأن هذا متوسط في المثلث هذا. هذه خلاص. إذن الآن لماذا هذه، لماذا هذه تساوي هذه؟ لماذا؟ لأن هذا بي أ متوسط في المثلث سي بي سي فتحة. لماذا هذه نفسها هذه؟ لماذا؟ لأن سي فتحة بي متوسط في المثلث سي فتحة أ فتحة أ. زيد، لماذا هذه تساوي هذه؟ لماذا هذه تساوي هذه؟ لأنه كاين المثلث A B B فتحة، هذا المثلث، هذا المثلث، هذا المثلث A B B فتحة، هذا المثلث فيه المتوسط A C، سيقسم المساحة المثلث إلى قسمين. إذن المتوسط يقسم مساحة المثلث إذا إلى نصفين متساويين، فيكون هذا نفسه هذا بنفس الطريقة. لماذا، لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة؟ لأن هناك مثلثا آخرا ومتوسطا آخرا. لاحظ المثلث بفتحة سي سي فتحة بي، هذا المثلث قسمه المتوسط بي أ إلى نصفين متساويين،
فأصبحت هذه المساحة تساوي هذه المساحة. نفس الشيء، نبحث عن متوسط آخر وعن مثلث آخر. مثلا نشوف نشوف المثلث هذا يا بي فتحة بي، هذا أ فتحة، وهذا هذا عنده متوسط سيقسم المساحة إلى نصفين متساويين، إلى نصفين متساويين. الآن لماذا المساحة هذه، لماذا المساحة هذه، لماذا المساحة هذه تساوي المساحة هذه؟ الجواب لأن هناك مثلثا أ فتحة سي أ، هذا المثلث، والمتوسط سي بي قسم المساحة إلى نصفين متساويين. نزيد نشوف لماذا هذا يساوي هذا. قلناها منذ قليل، لماذا هذه المساحة تساوي هذه المساحة؟ لماذا؟ لأن هناك مثلثا وهناك متوسطا. هناك المثلث هذا، هذا المثلث، هذا المثلث، هذا المثلث، فيه المتوسط أ فتحة سي يقسمه إلى نصفين متساويين. الخلاصة، ما هي مساحة المثلث الكبير؟ ما هي مساحة المثلث الكبير؟ سهلة، عندي عندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة من المثلث الصغير. إذن المثلث الكبير يساوي سبع مرات المثلث الصغير. نستطيع أن نتأكد بجيوجبرا. جيوجبرا يعطيني المساحة، يعطيني مساحة هذا المثلث باللمسة إريا. مساحة المثلث الصغير 14 وهذه 98، ندير 14 في 7، ندير 14 في 7، 14 في 7 أجدها 98، صحيح. إذا فعلا مساحة المثلث هذه سبع مرات. نحاول نبدل، مثلا 11 هاي وراها 10، هاي وراها نعدلها 10 مثلا هكذا، 10 11 في 7 هاي 70 فصل في 7. إذا مهما غيرت 18 في 7 127. نغير كما نحب، طبعا تبقى دائما المساحة، المساحة تساوي سبع مرات. كما نحب نغير نغير، كما نحب نغير نغير. مثلا نعدل 20، 20 في 7 140، ها هو وراه 20، نحاول نعدلها، ها هو وراه 20 في 7 140، ها هو وراه. إذا دوما مساحة المثلث الصغير تساوي سبع المثلث الكبير، أو أقول المثلث الكبير يساوي سبع مرات المثلث الصغير. انتهى الفيديو.